للحديث أكثر عن ذكرى ثورة العشرين الأولى بعد المئة والرسالة التي أطلقتها هيئة علماء المسلمين في العراق بمناسبتها، ينضم إلينا الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين دكتور عبد الحميد العاني. دكتور عبد الحميد، أهلا بك. يعني من الواضح أن الهيئة تعد ثورة العشرين ومبادئها جزءا من أدبياتها وثوابتها. كيف تنظرون أنتم في هيئة علماء المسلمين إلى هذه الثورة؟ ما الذي تمثله بالنسبة لكم؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك ولجميع المشاهدين الكرام. هي فعلا يعني مفصل من مفاصل المهمة في تاريخ العراق الحديث، نعم، ومهمة لنا في هيئة علماء المسلمين، بل جميع القوى الوطنية العراقية التي عاملة اليوم لخلاص العراق. فهذه الثورة هي كانت مفصلا، كما قلت في البداية، مفصلا غير وجه تاريخ العراق الحديث. اجتمع العراقيون في هذه الثورة على مبدأ أساسي، وهو تخليص البلاد من العدو الخارجي، من الاحتلال. وقد تسامى هؤلاء المشاركون في الثورة، تساموا على جميع اختلافاتهم المناطقية أو الدينية أو القومية أو غيرها، واتحدوا تحت راية واحدة هي راية الثورة التي تريد أن تحقق أهدافاً لهذا البلد بجميع أطيافه، لهذا البلد بجميع من يعيش على هذه الأرض. وآثار هذه الثورة قد امتدت منذ ذلك الوقت إلى أجيال تعاقبت بعد أن انتهت هذه الثورة، بل آثار الثورة قد كانت مشعة إلى العديد من البلاد الأخرى حينما كنا وكان العالم الإسلامي والعالم العربي يعيش كجسد واحد قبل أن يجزئه الاستعمار. نعم دكتور عبد الحميد، على ذكرك هذه الآثار التي سحبتها ثورة العشرين على الإقليم والمنطقة بشكل عام، لو بدأنا بآثار الثورة على المنطقة، كيف تقرؤون هذه الآثار على شعوب المنطقة في وقتنا الراهن؟ تفضل. اليوم للأسف يعني كثير من الشعوب العربية اليوم والإسلامية قد تأثرت بالقطرية التي فرضت عليها، وباتت القطرية بدل أن تكون انتماء جزئيا في ضمن انتماء كلي، بات للأسف الكثير يتأثر بهذه القطرية وهذا الانتماء الجزئي، وأصبح هو المقدم على الهوية الجامعة، الهوية الأمة جميعا. بينما في ذلك الوقت رأينا في ثورة العشرين أن الثورة وإن كانت هي ثورة عراقية، إلا أن المشاركة في هذه الثورة وآثار الثورة لم تكن محصورة على الحدود السياسية الجغرافية العراقية، وإنما امتدت هذه الثورة من بلاد الشام إلى بعض البلاد، المدن التي هي اليوم تسمى في جنوب تركيا، والعديد مما حول العراق. لماذا؟ لأنه كما قلنا كان الانتماء انتماء كليا انتماء أمة. الآثار، آثار هذه الثورة، امتدت هذه الآثار، آثار الثورة، إلى شعوب الأخرى التي تأثرت بهذه الثورة ورأت أن مثل قيام الناس مثل هذه الثورة، عندما يقوم الناس بالمطالبة بحقوقهم فإن الحقوق تنتزع انتزاعا ولا تستجدى. يعني باعتقادكم دكتور عبد الحميد، ما الذي تمثله ثورة العشرين في العقل الجمعي العراقي هذه الأيام؟ ألا تزال حاضرة باعتقادكم؟ هذا ما رأيناه في العديد من الشعارات، سواء كان على لسان القوى الوطنية العاملة بحق لتخليص البلاد مما حلت عليه اليوم من مآسي الاحتلال الأمريكي والبريطاني والإيراني ومن معهم، وكذلك على لسان الكثير من الشباب الذين ثاروا ولا سيما اليوم في ساحات التظاهر في ثورة تشرين مؤخرا. بل رأينا هذه الشعارات وهذه في أدبيات المقاومة العراقية منذ اليوم الأول، عندما وطأت أقدام الغزاة أرض العراق. فالقضية الوطنية وتحرير العراق على هذا الهدف ومن هذا المنطلق نراه لا يزال إلى هذا اليوم في العقل الجمعي العراقي عند الشباب المخلص وعند المفكرين المخلصين وعند المشايخ المخلصين، وأتكلم على المشايخ بكل أنواعهم، سواء كان مشايخ علماء مسلم الدين أو مشايخ عشائر وزعماء عشائر لهم تأثيرهم ووجودهم على أرض الواقع. نعم،
في سؤالي قبل الأخير دكتور عبد الحميد، يعني لو تحدثنا الآن عن أوجه الشبه ما بين ثورة 20 وثورة 20 من وجهة نظركم في هيئة علماء المسلمين، تفضل. أهم قضية هي متشابهة وبل تكاد تكون متطابقة تفضل. هو التسامي على الخلافات، التسامي على خلافات أو الانتماءات الجزئية والخلافات البينية، سواء كانت انتماء قومي أو مذهبي أو مناطقي نعم، أو ديني. هذا التسامي والقفز إلى الانتماء الحقيقي وهو الانتماء الوطني هو أهم عنصر جامع بين الثورتين. والأمر الآخر هو إدراك حقيقة هذا العدو وحقيقة الاحتلال الذي يستغل الاختلافات البينية والهويات الجزئية للتفريق بين أبناء الشعب العراقي. فهذه القضية قضية الوعي عند أبناء العراق في ذلك الوقت، نراها اليوم عند كثير من شبابنا الذين نزلوا إلى هذه نعم، الساحات وقد تصدوا لآلة البطش والاضطهاد والقتل بصدور عارية. لكن هناك من يحاول أن يسطو على هذا الحدث التاريخي دكتور عبد الحميد، يعني يحاول أيضا حرف البوصلة ويعني أخذ الشارع العراقي إلى الاتجاه الطائفي. كيف تنظرون أنتم لمثل هذه الممارسات وآثارها على العراق والعراقيين في وقتنا الحاضر؟ طبعا هو هذا خيانة، هذا التزييف، لي خيانة للتاريخ بل نعم، خيانة للثورة حق ومن قام على هذه الثورة، وخيانة للدماء التي بذلت في تلك الثورة وما تلاها من بناء العراق الحديث. وهؤلاء ينطلقون من منطلقات إقصائية طائفية أولا، وثانيا هم يريدون أن يشوهوا تلك الثورة لأنهم يعتقدون أنهم هذه الثورة إذا بقيت وطنية كما هو واقعها، أعني ثورة 20 وطنية وليست طائفية كما هم يفعلون اليوم، فإنهم يريدون أو يظهر بذلك زيف عملهم وسوء عملهم وانتمائهم وارتمائهم في أحضان الاحتلال. فلذلك هم بهذا التزييف يريدون حرف الحقائق، تغييب الحقائق وتزييف هذا التاريخ من محاولة تبييض صورتهم السوداء، ولا سيما بجرائمهم نعم، وسجلهم الأسود، سواء كان على مستوى قتل أبناء الشعب العراقي بجميع فئاته وحتى ممن ينتمي إلى مناطقهم، وكذلك تبييض صفحتهم السوداء حينما ارتبوا في أحضان الاحتلال ومهدوا له ورسخوا لوجوده، ويدعون اليوم بأنهم مقاومة. فبهذا هذه الأسباب هم نعم، يحاولون تبييض هذه الصورة بمثل هذا التزييف، لكن كما يقال الشمس لا يمكن أن تغطى بغربال. الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق دكتور عبد الحميد العاني كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.